تحية خالصة لكم، وغنمشيو مباشرة نرحبوا بالأستاذ محمد أحليمي أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذي، وجمعة مباركة. شكرا لك أختي سكينة، تحية لك وتحية لفريق العمل وتحية المستمعين الكرام. صباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك. شكرا. الحمد لله. إذا أستاذي اليوم غنتكلموا على القزبر يابس والفوائد نعم. ديالو، وكنستعملوه أنا شخصيا كنستعمله بزاف في الطياب ديالي. نعم. لمعرفتي أنه مفيد جدا للصحة، مفيد جدا في عملية الهضم، ومفيد جدا للمعدة. معرفتش واش معلوماتي صحيحة ولا كتستدعي التصحيح. اليوم معاك نعرفوا الأهمية ديال هذه المادة هذا وهذا المكون اللي كنلقاو في المطبخ ديالنا بطبيعة الحال. فعلا أختي سكينة تماما كل المعلومات اللي قلتيها صحيحة. القزبر من الأغذية صراحة اللي مقصرين في حقها، تخلينا عليها صراحة. واليوم غادي نهضر أنا على القزبر حبوب بالخصوص. على القزبر حبوب علاش؟ لأن يعني القزبر أخضر، قدروا القواه كاين، حتى أن القزبر حبوب يجمع كل الفوائد، كل الفوائد اللي كنا في قزبر خضر. قزبر خضر زيد عليه شوية بالفيتامين سين، قدروا القواه في عناصر أخرى. قزبر حبوب يزرع في المغرب، وكنا ثقافته الفلاحية في المغرب. عندنا الثقافة الفلاحية ديال قزبر حبوب، فيما مشيتوا في المغرب كامل كتلقاو سيرتو في لوموا 5 في شهر 5 كتلقاو واحد الوريضه بيضاء، كتلق رائحه القزبر بحال الحلبه، بحال كاين مناطق اللي في المغرب بين السوق الاربعاء الغرب ووزان، كتلقى هذه المنطقه هذه معروفه كيديروا القزبر بزاف والمغرب كامل. فزراعه ديال القزبر كتكون على طول السنه، على طول السنه. كاينه جوج انواع الزراعات، كاين اللي كيزرع القزبر باش يبيعوا ربطة، يبيعوا خطر، وإلا خليناه حتى لشهر 5 كيبدأ يدير الزهرة، كيبدأ يورد. علاش؟ لأن نجد قلت لكم أنا علم التغذية كيبدأ من الفلاحة. أي حاجة فوق الأرض شهر 5 كدير الزريعة. شوف غير زرعوا الشعير دابا كيكونوا الناس كيتلقوا فيه في شهر 3 في شهر 2 كيتلقوا فيه، كيتلقوا كي يعني الكسيبة الغنم كتاكلوا وكيعاود ينوض. الحق واخا يكون باقي قصير في شهر 5 كيدير الزريعة. أي حاجة في الكون كتبغي تخلي الخلف ديالها، وبالتالي مي كتبدا الحرارة تجي كتعطي عليها واحد لو ستريس إدريك كتخرج الزريعة. هكاك قزبر حبوب، قزبر حبوب في شهر 5 بداية شهر 5 تلقاوه بدا يزرع وبدا يدير النوارة، كيطلق رائحة جميلة، يدير واحد الزريعة خضراء كتحول للزريعة ديال قزبر حبوب اللي كيكون عندكم في الدار بداك الرائحة القوية الجميلة. فتحصد كتنقى، الحمد لله باقي عندنا الثقافة ديال الزريعة ديال قزبر حبوب في المغرب، كاين الناس اللي كيفلحوه وكتوصل لك حتى للدار. الموطن ديال قزبر حبوب هو دول البحر الأبيض المتوسط. علاش؟ لأن المطبخ المغربي والمطبخ الأندلسي والمطبخ يعني الشمال يعني افريقيا والبحر الابيض المتوسط كامل كان ضروري القزبر في الدار، ضروري القزبر حبوب. فالجيل ديال الاجداد ديالنا كان يقدر كثيرا هذه الماده، حتى انها كانت توجد في بيت الخزين بشكل مستمر. مستحيل المراه في قديم الزمان يتسالى لها قزبر حبوب من الدار، كان هو والملحه. وهي وتعتبر الآن دابا الناس كيعتبروها واحدة من البهارات، أنا بالنسبة لي كنعتبرها شي حاجة أكثر من البهارات. حتى أن احنا الحمد لله عندنا قزبر حبوب. الناس اللي ما عندهمش دابا كياخذوا مكملات ديال قزبر حبوب. فاحنا كنعتبروها واحد من البهارات القوية والمغيرة للمذاق والصانعة للفرق. وكم كان الأجداد ديالنا يقدرون هاد حبوب ديال احنا كنقولوا القزبر باللغه العربيه الكزبره، واخا يعني كم كان الاجداد ديالنا يقدرون الحبوب ديال هذا القزبر هذا. والله العظيم هي نعمه كبيره وكبيره جدا. فقط قبل ما نعطي المكونات، تخزين دائما ديال القزبر حبوب ما نطحنوش حتى نبغيو نستعملوه، لان هذيك الرائحه اللي كتشمها هذيك زويه الطياره ضاعت. فالتخزين يكون بعيد على الحرارة جدا وكيكون بعيد على الرطوبة. اللي عنده بيت الخزين راه كيكون هو مكان مناسب. غادي نجيو للفوائد القزبر.
هو القزبر كما هضرنا على البارح الرمان، ملي كان هضر كهضر على قزبر حبوب، ما غاديش نقول الفيتامينات، ما غاديش شفتوا البارح وصلنا ل 100 مكون اللي كاينين يعني في الرمان، قبل ما نهضروا على الفيتامينات والمعادن فما غاديش نهضر انا على الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده. سي فغي فيه دم، فيه قزبر حبوب، فيه مضادات اكسده، فيه دي بوليفينول، فيه لاسيد فينوليك، لاسيد فينوليك دي زاسيد فينوليك يعني بالجمع، فيه الكومارين، لي كومارين، فيه لي تيربينويد، فيه لي فلافونويد. هادو المكونات اللي غنعطي هي المكونات القويه جدا اللي كاينه في قزبر حبوب. ما نبقاوش نقولوا حنا المعادن والفيتامينات، كاينين المعادن والفيتامينات، خد غير الخضر والفواكه راه كاين فيها المعادن والفيتامينات، مي لي زاسيد فينوليك، لي كومارين، لي تيربينويد ولي فلافونويد. الناس اللي كيدرسوا لي زوي اسونسييل وكيدرسوا راه كيعرفوا القيمه ديال هادشي. وفيه زيت اساسي اللي منه جات السميه ديالو، كيتسمى الكوريوندول، لان السميه ديالو الكوريون، هذا الكوريوندول او لينالول، كاين الكوريوندول، كاين لينالول، كاين الجيرانيول، وكاين الليمونين. نعم، نفس الماده اللي كاينه في الحامض، لاحظوا عنده واحد الرائحه، يعني الا لاحظتوا قريبه للرائحه ديال الحامض، يعني علاش؟ لان فيه ماده الليمونين. قلت فيه هاد لي كومارين، لي تيربينويد، لي فلافونويد، كوريوندول، لينالول، الجيرانيول، الليمونين، هادوما يعني نتوما غتسمعوا فوائد القزبر مضادات اكسده، ولا هذه هي القوه ديال القزبر حبوب. ما غاديش نعطيك اكثر لان فيه اكثر من 65 مكون. نعم، هذيك الحبات القزبر الصغيره، هذيك حبات القزبر الصغيره كيكون خفيف، يعني الا حطيتيه فوق الميزان ديال الذهب ربما ما يتحركش، مي تحرك كل فيزيولوجيه الجسم. قيلوا كتاخذ حاجه ما اثقلها لا في التغذيه ديالها ولا في الماكله ديالها ولا في الهضم ديالها، وحاجه اللي ما تحرك لكش حتى ميزان ديال الذهب، حبه ديال القزبر حبوب، يتحرك لك فيزيولوجيه الجسم كامله. شنو كدير؟ اولا الحبه ديال القزبر حبوب صديقه المراه بامتياز، عقلوا عليها النساء، عقلوا عليها قزبر حبوب. ما كان شوف انا ما كنهضرش، انا نجي في الاخر ونعطي الاستعمالات دايوغ. الحمد لله لا. التاثيرات الجانبيه ديال القزبر حبوب ما كيناش. ما يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ماشي غنسمعوا اليوم قزبر حبوب نمشيو نبقاو نديروا الوصفات. انا لا اتكلم عن الوصفات، نبقاو في الجانب الغذائي. مي كنهضروا على الزعتر في الجانب الغذائي، مي كنهضروا على الغوماغان يعني على الازير في الجانب الغذائي، مي كنهضروا على زيت الزيتون ماشي باش نشربوه. مي كنهضروا على زيت الزيتون، الناس كتمشي تشرب زيت الزيتون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ماشي للشاربين. وبالتالي ملي كنهضروا على قزبر حبوب، نعم ما كاينش لي زافي سكوندير في لابوزولوجي، ولكن ماشي ندير انا كاس نعمرو بقزبر حبوب ونشرب ونقول انا راني سمعتو برنامج الصحة والسلامة. باش نكونوا واضحين، انا اتحدث عن الاستعمالات الغذائية الذكية اللي استعملوها جدودنا. فلما كنستعمل قزبر حبوب وانا غادي نجي نعطيكم فيه كنستعملوه، منظم رهيب جدا هرمونات الأنثوية والذكرية، يحبه الأستروجين الأنثوي نسبة كبيرة بزاف، يعني منظم للهرمونات، واقي من سرطان عنق الرحم، واقي من سرطان الثدي، واقي من سرطان المبيض، واقي من تكيس المبيض، يضبط ضبطا رهيبا الهرمونات الانثويه. وانا اعني ما اقول، لو كان الوقت كنت نشرح لكم بالتفصيل، لكن اللي نعقلوا عليها هو ان حبوب القزبر هي صديقه للانثى بامتياز، تحسن المزاج. نعم، قزبر حبوب يحسن المزاج. اكثر من هكا، قزبر حبوب جالاكتوجين، يدر الحليب عند المراه لحده، نهار المراه كتولد كيديروا لها مريقه ديال الدجاج بلدي. مستحيل تلقى شي مريقه دجاج بلدي في الاصل، ما كنهضرش على الغوفيزيتي، كنهضر على الاصل، ما يكونش قزبر حبوب. ضروري تلقى المريقه ديال الدجاج بلدي نهار المراه تولد. شكون اللي قالها لهاد الناس؟ نهار كتولد المراه او الدريري عنده لا سيركونسيزيون، عنده الختانه، ضروري المراه ملي تولد تاخذ مريقه ديال الحمام، مريقه ديال الدجاج بلدي، بالمساخن، بالكمون، بقزبر حبوب. علاش؟
قزبر حبوب يضبط الهرمونات وبالتالي الرحم يعود للحالة الأصلية دياله. قزبر حبوب يضبط عضلات عنق الرحم، ما كيبقاوش هذوك الأوجاع. قزبر حبوب ينقص لا سيبستونس بي، ينقص الآلام. قزبر هذا الشيء عند المرأة النفسة. قزبر حبوب كيرفع البرولاكتين وكيرفع الرولاكسين، والبرولاكسين هو الهرمون المدير للحليب. داكشي اش كنسمي حنا قزبر حبوب غالاكتوجين. نتحدى شي واحد يجيب لي شي مكمل غذائي فيه هاد الفوائد الرهيبه، يعني عجيب جدا. شوفوا غير بين قزبر حبوب اليوم والرمان البارح وصلنا ل 200 مكون. خا طارد للديدان، الناس اللي كيخافوا من الحناش، الناس اللي ولكن عاود ثاني ماشي ناكل الحلوى انا والحلويات ونقول ناخذ قزبر حبوب، لا يسمح لان قلت لكم انا في الامعاء كاين صراع بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره. هو يرجح كفه البكتيريا النافعه. أريد للديدان، دي مساله مهمه جدا. زائد انه عدو الجرثومه الحلزونيه، ما كيسمحش بالمكونات اللي فيه، راه هضرت عليها، من الكوريوندول. الكوريوندول عدو الغده، عدو عفوا الجرثومه الحلزونيه. لينالون اللي فيه، الجيرانيون اللي فيه، الليمونين اللي فيه، الفلافونويد، التيربينويد، هاد المواد هذه عدو للجرثومه الحلزونيه. اكثر من هذا انه سومنيفير، يعني انت الا خديتي شي شليضه في الليل وزدتي عليها قزبر حبوب مطحون غتهدئك. هو الي سومنيفير، يعطي طابع النوم، كيعطي طابع الارتخاء. قزبر حبوب طارد للغازات. قزبر حبوب يزيل الام الدوره الشهريه عند الانثى، علاش؟ لان كيضبط الهرمونات. قزبر حبوب ينشط مسارات ازاله السموم. قزبر حبوب الناس اللي عندهم دابا مي كيبرد الحال، كاينين الناس اللي كيوقع لهم ارتخاء المثانه لافيسي، شرف الله وقدر الجميع في البول. كاين الناس اللي مع البرد كيوقع ارتخاء للمثانه وكيبقى الانسان كل مره نايض للمرحاض، شرف الله وقدركم، مع حلول فصل البرد. فقزبر حبوب عنده تاثير ايجابي جدا على لافيسي، قلت لكم هو عدو الجرثومه الحلزونيه. اكثر من هذا، قزبر حبوب ينظم حموضه المعده، بل وان كاينين الان دابا دي كومبليمون ابيريتيف، كاينين مكملات غذائيه فاتحه للشهيه جايه من قزبر حبوب، لان قزبر حبوب يفتح الشهيه. اكثر من هذا، طارد للغازات، كنسميو حنايا كارميناتيف. علاش كارميناتيف؟ لان فيه لي كومارين، ولي كومارين تزيد الغازات ومفيده جدا الناس اللي عندهم القولون العصبي، لا المرض يعني مرض القولون العصبي ولا الوقايه من القولون العصبي. لا لا الفعاليه ديال قزبر حبوب كيطرد الامونياك، غاز الامونياك. غاز الامونياك هو اللي كيعطي انتفاخات، هو اللي كيعطي غازات. والخطير ديال الامونياك انه كيعطيك غازات وانتفاخات وكيدير لك كونستيباسيون، يعني كتبقى كرشك كتنفخ غير بوحدها. القزبر حبوب عنده تاثير على الغازات وعنده تاثير على طرد الامونياك. علاش؟ لان القزبر حبوب عطاه سيدي ربي واحد الخاصيه، كيفتح لي زيمونكتواغ، كيحل مسارات ازاله السموم وقتل الخمائر. قزبر حبوب مهدئ للاعصاب وكيرخي العضلات. علاش؟ لان فيه المغنيزيوم، والمغنيزيوم مهدئ رائع جدا. القزبر حبوب تاثير مباشر على البكتيريات الضاره والفطريات. شوفوا سبحان الله العظيم، بين قوسين اونتي بيوتيك يمشي كيقتل لك البكتيريات كامله وكيعرف لا زوينه ولا خايبه. سبحان الله، قزبر حبوب يعرف البكتيريا الضاره ويعرف البكتيريا النافعه، يبطل ويفشي المفعول البكتيريا الضاره ويبقي على البكتيريا النافعه. شوف هذه حكمه ربانيه. كذلك قزبر حبوب يزيد من حركيه الامعاء، كينشط واحد الحركيه كتسمى البيريستالتيزم والكومبلكس موتور ميغون، كيولي الانسان ما كيبقاوش عنده غازات، ورائع جدا مما يخفف من الامساك. اكثر من هكا، وكاين في قزبر حبوب كاين واحد الانزيم، هذا هو اللي كينظم لنا نسبه الكوليسترول في الجسم، سميتو ليسيتين كوليسترول اسيتيل
ترونسفير غاز. انا كنعطيكم الاشياء العلميه باش مين نهضروا على قزبر حبوب ما نبقاوش نقولوا المعادن والفيتامينات، شي كاين في كل شيء. كنهضروا على القوه ديال الرمان، كنهضروا على القوه ديال قزبر حبوب. القوه فين كاينه؟ فالقزبر حبوب لمن يريد البحث فيه ليسيتين كوليستيرول اسيتيل ترانسفيراز. هذا شنو كيدير؟ هذا هو من يحول الكوليسترول الحر في الدم الى الكوليسترول اللي هو قابل الامتصاص ويمنع تاكس. شوف انا بالنسبه لي انا ضد مساله الكوليسترول الخبيث والجيد، ما كاينش حاجه سميتها خبيث وجيد. اللي هو خبيث واللي هو جيد هو الهوموسيستين. والناس لما مثلا ما كتقول لي الاش دي ال سي لو بون كوليسترول، واخا والاش دي ال اوكسيدي شنو هو هذا؟ هذا هو لو موفي. لو موفي شنو هو؟ هو الاش دي ال اش دي ال كوليسترول اوكسيدي والال دي ال كوليسترول اوكسيدي. وبالمناسبه هذا الاش دي ال والال دي ال راه ماشي كوليسترول، سو سون دي ترانسبورتور عاملات الكوليسترول. اما الكوليسترول ما عندوش ذنب في هذا الشيء. هذايا باش نضبطوا، انا قلت لكم حنا راه في 2024 باش نضبطوا الاش دي ال او الال دي ال، هادو ماشي الكوليسترول، هادو حاملات الكوليسترول. الاش دي ال كيشدو من الاعضاء ويديه للكبد، والال دي ال كيشدو من الكبد ويديه للاعضاء. حيت هذا كيشدو من الكبد ويديه للاعضاء كنقولوا باللي راه لا لو بون لو موفي سي لو ال دي ال اوكسيدي ولو اش دي ال اوكسيدي. والاوكسيداسيون منين جايه؟ قله مضادات الأكسدة. لو كانوا عندنا، هضرنا عليهم حلقة خاصة درناها على مضادات الأكسدة، لو كانوا عندنا مضادات الأكسدة كافية ما كانش يتأكسد هذا الكوليسترول. باش تعرفوا المشكل ديال الكوليسترول المشكل ديال الريسبتور، ما بقاش كيقدر. بحال الا انت مثلا عندك دارك وعندك الساروت، جيتي تفتح الدار لقيتي الساروت ما خدامش، هذاك اللوبه ما كتحلش. هذا هو اللي وقع الكوليسترول. الكوليسترول القزبر حبوب فيه ليسيتين كوليسترول اسيتيل ترانسفيراز، هاد المادة هادي هي من تنظم نسبة الكوليسترول في الجسم. مما وسبحان الله هاد المادة اللي كاينة قزبر حبوب نفسها نيت عاوتاني اش كدير؟ كتخلي المرارة ما يكونوش فيها الحجر. نعم قزبر حبوب يمنع تكون حصوات المرارة. علاش؟ لأن هاد ليسيتين كوليسترول ليسيتين كوليسترول ترانسفيراز يزيد من إنتاج لابيل الأحماض الصفراء وتحليل الكوليسترول وتحويله إلى ستيرول، وكتجي بكتيريا نافعة تحوله إلى كوبروستانول ويخرج شرف الله قدركم عبر الفضلات. شتو الجسم؟ شتو التغذية؟ شتو فين كتلعب؟ احنا بديناها من الليسيتين كوليسترول أسيتيل ترانسفيراز، توصلنا لأن ما كيناش قبض، ما كيناش غازات، والكوليسترول تحول لستيرول ومشى عبر الفضلات ما يعرف بالكوبروستانول. كذلك كاينين لي تيربين، هاد لي تيربين ولا لا 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 يعني العائله ديالهم، منهم الجيرانيول، منهم الكيرسيتين. كيرسيتين قزبر حبوب. لاحظوا كانوا الاجداد ديالنا ضروري، شوف الذكاء ديالهم. انا والله العظيم لحد الان ما زلت استغرب الناس سبحان الله. وهو الجواب باين، جبال الأطلس وجبال الريف والصحراء المغربية ما يمكن تصنع إلا إنسان ذكي. فسبحان الله الشرمولة المغربية ضروري تلقى فيها قزبر حبوب. أنا كنهضر على الأصل، ضروري تلقى. علاش؟ سبحان الله، لا الشرمولة الناس كانوا كيديروها في الأسماك، مثلا سمك السردين. جبتي سمك السردين ما عرفتيش واش طري ولا ماشي طري، مما كيكونش طري، هنا واحد الحمض الاميني سميتو الهيستيدين يتحول الى هيستامين. داكشي علاش الناس ملي كياكلوا حوت قديم كيدير لهم الحبوب. هذاك شنو هو؟ هذاك الحبوب هو الهيستامين. ملي كيطلع هذا الهيستامين واللي تحول من الهيستيدين للهيستامين سيرتو في الاسماك يعطينا اساسيات. ما يمنع تحول الهيستيدين الى هيستامين ماده سميتها لا كيرسيتين. فين كاينه؟ كاينه في الحامض، داروه المغاربه في الشرموله. كاينه في القزبر، داروه المغاربه في الشرموله. كاينه في الثومه، داروه المغاربه في الشرموله. شكون اللي قالها؟ فالكيرسيتين كاينه في قزبر حبوب. هذه مساله يعني مهمه جدا. كذلك فيه مواد من هذا الجيرانيول
يقلل من الإصابة بالسرطانات أكثر من هذا. والروعة واللي محتاج له البشرية في هذا العصر هذايا هو أن المكونات اللي كاينة في قزبر حبوب سون دي كيلاتور. شنو هما لي كيلاتور؟ لي كيلاتور هما فين ما كان شي معدن ثقيل، جسمك راه فيه الزئبق وفيه الرصاص وفيه الكادميوم وفيه الالومنيوم. لا فيه الالومنيوم، انت كتشري واحد طنجره كطيب فيها سير وزنها، من بعد 4 سنوات كتلقاها نقصات 100 غرام ولا 70 غرام. فين مشات هذيك 70 غرام؟ كليتيها، لان الالومنيوم يتفاعل مع الحراره وكيمشي. القزبر حبوب فيه مواد دي كيلاتور كيشدوا لي ميتولوغ، معادن ثقيله منهم يعني الزئبق، الالومنيوم، البلوم، الكادميوم، وكيردوهم صوليبل وكيخرجوهم شرف الله قدركم عبر البول. وسبحان الله ما كيخليوش حتى هاد المعادن هادية تاثر على الكيلي. علاش؟ كيبقاو مرتبطين بيها بحال شي واحد شد في واحد شي لص ولا شي هذه شادين فيه. هذا المكونات اللي كاينه في قزبر حبوب. انا قلت لكم قزبر حبوب، الحبه ديال قزبر حبوب اللي تحطها في ميزان الذهب ما تحرك والو، شوف شنو كتحرك لك في الجسم البشري. ونمشي انا نهضر على مكمل غذائي ونقلب على مكمل غذائي، واخا كتخرجوا عبر الكيلي، وبل اكثر تمنع ان هذاك المعدن الثقيل يتحرر ويؤدي الكيلي، وكيبقاو حتى كيخرجوا الله يجزيهم بخير المكونات اللي كاينه في قزبر حبوب عبر البول. فالمكونات كذلك هي كارميناتيف، تزيل الغازات. القزبر حبوب فيه مواد تمنع الغازات في الامعاء، هذه معروفه، كانت عند جدودنا معروفه، معروف قزبر حبوب يزيل الغازات، ماشي شي حاجه اللي هي جديده. اكثر من هكا انها كتنقص داك لي كونتراكسيون موسكولير ديال الامعاء ديالنا، وبالتالي الناس اللي عندهم مشاكل في الامعاء. اكثر من هذا، واش عارفين باللي قزبر حبوب، انا والله العظيم والله ساكون مقصرا في حق هاد النعمه الربانيه، قزبر حبوب فيه مواد تساعد على انتاج الانسولين، الستيمول لي سيلول بيتا ديال لانجيرانس، يعني تساعد على تحفيز خلايا بيتا ديال الانسولين، وبالتالي القزبر حبوب يساعد على تنظيم، الا سمعتوا يساعد على هادشي اللي كنعطيكم انايا كله بدراسات، ما عمرنا كنقولوا شي حاجه في الصحه والسلامه بدون دراسات، هذه قاعده خذوها واخا. فقلت انايا يساعد على لا ستيمولاسيون ديال لا برودكسيون ديال الانسولين، وبالتالي منظم رائع جدا نسبه السكر. هضرت لكم على قزبر حبوب ديتوكسيفيون، الناس اللي كيقولوا الديتوكس، اسيدي انا 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 نشط غير لي فوا ديال الديتوكس ديال الجسم ديالي، ما محتاجش انا شي حاجه اخرى. فالقزبر حبوب من الامور اللي تزيل السموم كيعشقها الكبد. علاش؟ لان فيها هذا اللينالول، واللينالول سبحان الله العظيم لاحظوا راه هو بحال الحار ولكن اقل الحده شويه. لاحظوا المساخن، شو سبحان الله العظيم، انا الناس ما شاء الله المساخن كيقولوا المساخن، علاش المساخن؟ علاش المساخن؟ لان عندهم ليفي سيداتيف، منهم الحار، منهم قزبر حبوب. شنو هو ليفي سيداتيف؟ كيخليك تعرق. هذه مساله مهمه جدا. قزبر حبوب عنده تاثير على الجلد، قزبر حبوب اونتي باكتيريان، قزبر حبوب اونتي سيبتيك. باش من نطولوش يسمح لنا قزبر حبوب، واخا ندوزو مباشره للاستعمالات. استعمالات، سولوا الاجداد ديالنا، ما عمرو كيزول من بيت الخزين. خطأ فادح أن الأسرة تحيد قزبر حبوب من بيت الخزين، فما بالك اليوم أصلا أكبر خطأ وما كيش أصلا بيت الخزين. هادي شحال خصكم تعرفوا كان عيب شي منزل ما يكونش بيت الخزين، عيب اليوم، وكان عيب أن قزبر حبوب ما يكونش بيت الخزين، دابا ما كيش أصلا بيت الخزين. فقزبر حبوب عقلوا عليها، أنا كنعطي قاعدة في قزبر حبوب، هو كيعطي مذاق زوين. بعض الناس قدروا يدي مي، انا كنقول قزبر حبوب يضاف لكل ما تضاف له الملح، اي حاجه كتزيد لها الملحه ممكن تزيد لها قزبر حبوب. صوبتي البيض مثلا درتيه في الماء ونزلتيه زيد قزبر حبوب، الطبخ في النار اي حاجه طبختيها في النار زيد قزبر حبوب، الطبخ بالتخمير حاجه مصيره زيدوا قزبر حبوب. انا شنو كنقترح؟ خذوا واحد القرعه ديال الزاج ديروا فيها زيت الزيتون، حطوا فيها حاره، حطوا فيها بصله، حطوا فيها التومه، حطوا فيها قزبر حبوب صاينه هكاك،
وهاد الزويته هذه بقاو تستعملوها بقاو تاخذوها، زيدوها في القديد مي بغيو تصوبوا القديد، تضاف اي فرصه في الطبخ في السلطات، غير هو تاثيرها جاي من المداومه عليها. ما اللي عاوتاني الناس تجيهم غريبه، الناس كانوا كيصوبوا الشاي ديال القزبر. نعم رجعوا سولوا الاجداد ديالنا، كانوا الناس كيديروا الشاي ديال القزبر. اخير نقطه اخيره، واللي هذا الشيء انا عشته، واللي سبحان الله العظيم المغاربه كيسمعوا بالرفيسه العاميه، في انتظار نشوفوا اللي كتشوف اين هي. الرفيسه العاميه شنو هي الاستراتيجيه ديالها؟ كانت المراه المغربيه وما زالت مراه اقتصاديه، مراه ديال الاقتصاد، مراه عندها عقل اقتصادي. شنو كانت كدير؟ خصكم تعرفوا في قديم الزمان كان عندنا السبوع، عفوا السوق من السيمانه للسيمانه، مثلا سوق الخميس، سوق الاثنين، سوق الحد. هنا في الباديه كنا كنمشيو نجيبوا داكشي اللي كنحتاجوا في الاكل ديالنا، داكشي قليل علاش انا كنزرعوا كل شيء، كنمشيو نجيبوه من الاسبوع لاسبوع. سوق الخميس مثلا شنو كانت كدير المراه بلا جيستيون ديالها؟ سميس دونك الجمعه السبت الحد اش كانت كدير؟ كانت عندها الخبز بالخميره البلديه كتجمعها، هذاك الخبز اليابس كتجمعه ما كترميش، شوف الحس الاقتصادي، كتجمع داك الخبز، الجمع ديال نهار الحاد، اثنين، ثلاث، الاربع، جاي السوق نهار الخميس، نقصوا لها المؤونة نقصات، شنو كدير؟ كتاخذ بصيلة، كتاخذ مطيشة، كطيبهم، لا لحم، لا دجاج بلدي، لا حتى حاجة، كتزيد معهم قزبر حبوب، كتزيد معهم العطرية، كتزيد اللمسة اللي عندها في القلب ديالها، لأن الطياب راه كيخرج من القلب ماشي من اليدين. وكتسقي داك الخبز الناشف كتبخرو. ها الرفيسه العاميه كيفاش اصل ديالها؟ ها علاش حنا ما نفتخروش بالرفيسه العاميه؟ ها وسيرتو اليوم حنا ما احوجنا ليها. بعد مره دير شويه ديال الحلبه وكتجيب داك الخبز كتبخرها، كتجيب داك المريقه وكتسقيها وكتعطيها لوليدات نهار الاربع، نهار الخميس كيجي السوق ديال الرفيسه العاميه، وضروري يكون فيها قزبر حب. مرحبا. وحنا اكيد مازالين معك استاذ، ومشكور جزيل الشكر اللي سمحتي لنا نتوقفوا مع فاصل قصير، وغادي نرجعوا بطبيعة الحال مع المستمعين الكرام، خليكم معنا.